اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، فقره هامه جدا. هنتكلم عن اهم الاحصاءات والارقام لمباراتي اليوم. النهارده نيجيريا كسبت منتخب جنوب افريقيا، وصلت لدور السيمي فاينال او الدور نصف او الدور قبل النهائي. ايضا على الجانب الاخر السنغال بتفوز على منتخب بنين وتصعد ايضا الى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أو بطولة الأمم الإفريقية. خليني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم الدكتور أحمد ثابت. دينا دايما الأرقام هامة جدا، وعنده رقم النهاردة وعنده أرقام لأحد الصفقات الجديدة للنادي الأهلي اليو ديانج، هيكلمنا عنه برضو بشكل بقى مفصل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. تحياتي لحضرتك. تمام تحياتي لحضرتك. الحمد لله. خلينا نبدا بارقام اليو ديانج. اليو ديانج واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي تعاقد معاهم النادي الاهلي، وعندما تعاقد النادي الاهلي مع اليو الحقيقه بتبان الصفقه، بتبان يعني بتبان طبعا على وشوش الجمهور وبتبان على تعليقات الجمهور، فالناس مبسوطه. ولكن مبسوطين ليه يا احمد؟ انت تقدر تقول لنا. طبعا اليو ديانج صفقه محترمه جدا للنادي الاهلي، صفقه قويه لكذا سبب. اول حاجه، السبب الاساسي حاجه النادي الاهلي للعيب قاطع كرات او لعيب قوي جدا بدنيا في وسط الملعب من فتره طويله، يعني من حسام عاشور طبعا تواجده مهم جدا، ولكن في الفتره الاخيره محتاجين واحد يكون يحل بقى، يعني ياخد مكانه تحديدا كصفه اساسيه كمان، ويكون قوي بدنيا. احنا بنشوف الترجي التونسي بيوصل دايما للنهايه، عندهم فرانكو كوم، عندهم كولوبالي. عشان كده النادي الاهلي فكر في صفقه الارتكاز الافريقي، وتحديدا اليو ديانج مميز جدا 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 في حاجات كتير هنتكلم فيها. اول نقطه، سنه صغير 21 سنه. هو اولا من مالي، سنه صغير، قوي جدا 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 بدنيا، لعيب قاطع كرات. لو بصينا على ارقامه في دوري ابطال افريقيا مع مولوديه الجزائر هنلاقي الارقام بتقول ايه، ان هو لعب 6 مباريات في دور المجموعات مع مولوديه الجزائر، صنع فرصه واحده. اهم حاجه في الارقام ايه؟ انت بتدور على لاعب قاطع كرات يكون قوي جدا بدنيا. هنبص نلاقي ان هو معلش، هو بيلعب مكانه ايه بالظبط؟ هو بيلعب الاثنين. عنده ميزه ان هو بيلعب الاثنين، بيلعب 6 وبيلعب 8، يعني بعض بيلعب 6 وبيلعب 8 اللي هو حسام عاشور وعمرو السولية. بس هو حمدي فتحي وعمرو السولية. المركز الاساسي بتاعه 6 مكان حسام عاشور، ولكن في مولوديه الجزائر في الدوري ابطال افريقيا كان بيلعب في بعض الاوقات 6 و8 سي ام اف كلاعب مساند زي عمرو السولية كده، ولكن هو بيلعب الاثنين. يعني ممكن يمشي في ثنائيه اليو ديانج وحمدي فتحي، اليو ديانج وعمرو السولية، اليو ديانج وكريم نيدفيد، يمشي جنب اي حد من الثلاثه، وحسام عاشور طبعا. بس هو مقارب شويه لحسام عاشور، يعني هو مقارب منه، ولكن طبعا انت في بعض المباريات بتحتاج تلعب بثلاثة ارتكاز، خاصة في المباريات اللي خارج ارضك. مظبوط. فانت بتزود قوة وسط ملعبك، دي الحاجة اللي انت محتاجها. هنبص نلاقي ان هو بيكسب 3.8 التحام في كل مباراة بيلعبها، يعني اربع التحامات بيكسبها كل مباراة. ده الرقم المميز الاولاني، دليل ان هو قوي جدا بدنيا. نسبة فوزه بالالتحامات وصلت الى 44%، يعني تقريبا النص في الالتحامات بيكسبها. دي حاجة مهمة جدا طبعا. مميز بالتاكلينج الصحيح، أرقامه في التاكلينج قوية جدا، 1.5 في المباراة الواحدة. الانترسبشن بتاعه التدخلات الدفاعية 1.6، دي أرقام مميزة جدا بتأكد إن هو لعيب قوي جدا بدنيا وفايتر، لعيب دستروير. حتى لما نشوف الفيديوهات بتاعته هنلاقي إن هو لعيب قاطع كرات مميز جدا، لعيب في وسط الملعب مميز جدا في قطع الكرات. وفي نفس الوقت الميزة بقى التانية اللي هي هو اللي قدامنا على الشاشة دي، اليو ديانج. الميزه الثانيه يا كابتن اسلام ايه؟ طبعا إن هو بعض الفيديوهات يا احمد وانت بتتكلم عن اليو ديانج اتفضل. يمكن هو الميزه الثانيه ان هو بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا، يعني انت ممكن تلاقي لعيب افريقي قوي جدا بدنيا وبيقطع الكرات، هو عنده حته البلوك، يعني هو بيتوقع صح، عنده رؤيه، ولعيب ذكي، لعيب انيق وشيك في لعبه، ولعيب ذكي كمان ان هو كورته حلوه، يعني لعيب مهاري. تاني حاجه ان هو معدل تمريراته الطوليه في المباراه الواحده وصل الى 6.6، يعني بيعمل 7 تمريرات طوليه في كل مباراه بيلعبها، دليل ان هو لعيب عنده رؤيه ولعيب ذكي، مش مجرد بس قاطع كرات، لا ده هو عنده الميزتين، ان هو لعيب قاطع كرات وفي نفس الوقت عنده التمرير الطولي. لو بصينا في الفيديو هنلاقي ان اغلب الكرات اللي بيقطعها بتعتمد على التوقع والضغط زي ما احنا شايفين كده، بيعتمد على التوقع، لعيب ذكي. ذكي في ايه؟ ذكي في استخلاصه للكوره، بيتوقع اللعيب اللي قدامه هيمرر فين. الحاجه الثانيه ان هو لعيب ذكي، ان هو عنده حته التمرير الطولي. فالميزه في اليو ديانج ان هو صغير في السن، دليل ان هو قابل للتطور، يعني ممكن لما ان شاء الله يلعب مع النادي الاهلي سنه تلاقيه السنه الجايه مستواه زاد اكتر لانه صغير في السن.
دي رقم واحد. رقم اتنين زي ما احنا شايفين هو قوي جدا بدنيا، معدل فاولاته بيوصل ل3.8، بيرتكب برضه في المباراه في الماتش الواحد بيرتكب 4 فاولات، دليل ان هو لعيب خشن في لعبه، لعيب قوي بدنيا. الحاجه الثالثه ان زي ما قلنا نسبه فوزه بالالتحامات 44%، يعني مقارب للنص، قوي على في التاكلنج الصحيح كمان بتوصل ل1.5 في المباراه الواحده، بيعتمد على التوقع في الاستخلاص وعنده رؤيه، بيديك تمريرات طوليه كتير، يعني ممكن تعتمد عليه في المركز 8 كمان، مش مجرد بس ان هو بيلعب في المركز 6 مكان حسام عاشور، لا ده بيلعب كمان في المركز 8، وفي بعض الاوقات يعني في مولودية الجزائر كانوا دايما بيلعبوا 4-3-3. معلش ممكن لو سمحت تفهم 8 ده يعني ايه؟ اهو قدامنا على الشاشه بالظبط اهو، لو يعني لو شفنا السبوره الشاشة. بس خلينا مع اليو دانج شويه لما يجي اللقطات تشرح لنا يعني ايه 6 ويعني ايه 8. تمام، هو يعني مميز زي ما احنا شايفين كده بالتمرير الطولي، اللي هو التمرير الطولي اللي بيعدي 3 صفوف، مميز بحته التمرير والرؤيه. تمريراته كويسه جدا، مش مجرد بس ان هو لعيب بيقطع كره، لا عنده الرؤيه، تمريراته تقدر ان انت تعتمد عليه في بناء الهجمه من الخلف. أيوة. دي نقطه مهمه جدا، فده انا شايفه لا يعني لعيب ارتكاز عصري. عنده الميزه الدفاعيه والميزه الهجوميه، دي نقطه مهمه جدا، محتاج اعتقد ان انضمامه للنادي الاهلي هيخليه يروح منتخب مالي ان شاء الله. يعني هو لاعب في منتخب مالي تحت 23 سنه او تحت 20 سنة، لكن الانضمام للنادي الاهلي ممكن يوديه، خاصه ان منتخب مالي كلهم لعيبه محترفه في الدوريات الفرنسيه، سماسيكو واللعيبه دي كلها مميزه جدا، احنا شفناهم في كاس الامم يعني. فاحنا زي ما احنا شايفين قدامنا اهو لعيب مهاري، كورته حلوه، يعني مش مجرد بس ان هو لا بيقطع الكوره، لا عنده حته الرؤيه وبيديك تمريرات طوليه وبيتوقع صح، سواء في الاستخلاصات وبيعتمد على ان هو بيتوقع زي ما احنا شايفين اهو بيتوقع الكوره التمريره جايه فين وبيتوقعها، او هيتوقع وهيضغط بشكل مميز، بيعتمد على التوقع مش مجرد ان هو يقطع كره ويرتكب فاولات، فدي مميزه. لو بصينا على السبوره هنشوف الفرق ما بين المركز 6 والمركز 8. اللي قدامنا على الشاشه ده اهو، تعالى نرجع للسبوره هنلاقي ان الرقم 6 ده المركز 6. بص حضرتك ده المركز 6 اللي هو مكان حسام عاشور في الملعب، ده مركز اليو ديانج الاساسي. مركز اليو ديانج الاساسي. نعم. تمام؟ المركز 8 اللي هو الارتكاز المساند اللي جنبه اهو، ده اللي هو بيلعب في المركزين، يعني بيلعب في المركز 6 اللي قدامنا ده اهو، وبيلعب في المركز 8. هو كان اغلب الماتشات مع مولوديه الجزائر في دوري ابطال افريقيا كان بيلعب في المركز 8 اللي هو الارتكاز المساند، لكن المركز 6 اللي هو ده يعني انت ممكن تستخدمه في ان انت تلعب باثنين بس، سواء مثلا هو والسوليه او هو وحمدي فتحي، او الحاجه الثانيه ان انت ممكن تحطه هنا وتلعب بحمدي فتحي وعمرو السوليه في المباريات اللي خارج ملعبك. طبعا ما ننساش كريم نيدفيد، ما ننساش حسام عاشور، لعيبه ارتكاز كلها ايضا مميزه، فبيديك قوه وسط ملعب للنادي الاهلي كان النادي الاهلي محتاجها من فتره. اللعيب الافريقي اللي ارتكاز في وسط الملعب ده نوعيه اعتقد ان هي هتفرق وهتدي اضافه قويه جدا للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا كمان. شايفه صفقه مميزه للنادي الاهلي بهذه الارقام، وعشان كده الناس مبسوطه طيب. طبعا صفقه مميزه وهتديك ميزه في دوري ابطال افريقيا تحديدا. تمام، خلينا بقى نروح. اذا ده كان اليو ديانج اللاعب النادي الاهلي الجديد القادم من مولوديه الجزائر، لاعب منتخب مالي الاولمبي، ارقامه كلها هتبقى موجوده مع حضراتكم دائما. طيب خلينا النهارده نروح للمباراه الاولى، مباراه السنغال وبنين، وفوز السنغال بهدف مقابل شيء، ولكن السنغال غير مقنع حتى الان. السنغال لسه يعني لسه ما جابتش مستواها، ولكن انا شايف ان هي بتتطور، يعني شوف فرق كبير قوي ما بين الشوط الاول السنغال والشوط الثاني في حاجات كتير. هم كانوا النهارده بادئين المباراه بجوميز في حراسه المرمى، الشيخو كوياتي وخليلو كولوبالي، وشيخو كوياتي ده نقطه ضعف رغم ان هو لعيب مميز ومن افضل لعيبه الوسط في الدوري الانجليزي. هو بيلعب بيوظفه كمدافع بعد اصابه سليف سانيه، والنهارده عوده سليف سانيه في الدقيقه الاخيره ده المساك الاساسي جنب خليلو كولوبالي. أيوه. مدافع شالكه لما دخل النهارده في الدقيقه 89 المدرب اليو سي ذكي جدا ان هو بيرجعه، عشان عارف ان المباراه نص النهائي والنهائي هنلاقي سليف سانيه جنب خليلو كولوبالي طبعا، لان ده المساك الاساسي بتاعه مع كولوبالي. الباك اليمين جسامه، الباك الشمال سبالي، نضاي وسافي وادريسا جاي وساديو ماني وكيتا بالدي ونيانج. الفرق في الشوط الاول ان هو كان بيلاعب ساديو ماني ناحيه اليمين وكان بيعتمد على العرضيات الاطراف بشكل كبير جدا، فكانوا بعيدين تماما لان فرقه بنين بتلعب بال 4-1-4-1، فرقه منظمه جدا بتتكتل دفاعيا بشكل مميز جدا.
ساديو ماني. وعلى الرغم من اللي انت بتقوله ده جابوا جول من العمق. ما هي الفرق بقى الشوط الثاني ايه اللي حصل؟ ان هو راح مودي ساديو ماني الناحيه دي مركزه الاساسي ويطلع كيتا بالدي اللي كان سيء جدا في الشوط الاول ونزل دياتي 20 سنه بيلعب في كلوب بروج، لعيب مميز جدا. البطوله دي طلعت لعيبه صغيره في السن كتير وواضح ان هم مميزين. يعني احنا شفنا دياتي، شفنا برضو في نيجيريا سامويل شيكيزوي اخذ رجله المباراه، وفي الجزائر شفنا لعيبه كتير، يعني لعيبه كتيره في الجزائر كلهم 20 21 و19 ده طبعا. يعني ادم قناس افضل بديل في الدوري في البطوله، حتى اهم الارقام في هذه المباراه. لو شفنا مقارنه ما بين الارقام الشوط الاول للسنغال والشوط الثاني هنلاقي ان الشوط الاول للسنغال راحوا على الجون 5 محاولات منهم ولا واحده صح. يعني السنغال الشوط الاول ما عملتش ولا محاوله صح، ولا محاوله صحيحه. لما ساديو ماني راح ناحيه الشمال على عدلته وقرروا ان هم يخترقوا من العمق السنغال كسبت. تمام، هنبص نلاقي ان هم راحوا 9 محاولات منهم 4 صح في الشوط الثاني وضيعوا 3 فرص محققه وعملوا 7 تسديدات من جوه الصندوق. ده اللي ياكد لك ان هم كانوا الشوط الثاني بيخترقوا من العمق. نعم. لو بصينا على المقارنه ما بين ارقام العرضيات هنا وهنا هنلاقي الشوط الاول عملوا 15 عرضيه. كان عندهم اصرار ان هم يخترقوا من الاطراف. الشوط الثاني لما حول ماني لان هو الطرف الايسر ويخترق من العمق مع اختراق لعيبه الارتكاز زي ما شفنا الجون ادريسا جانجاي هنلاقي ان هم الشوط الثاني عملوا 4 عرضيات بس. فالشوط الثاني واضح ان هم كان اختراق من العمق اكتر، ضيعوا فرص كتير، يعني ضيعوا 3 فرص وركزوا اكتر على الاختراق من لكن العمق. لكن السنغال تستحق الحقيقه الصعود والكل متوقع للسنغال. والسنغال بتتطور، يعني النهارده عوده سليف سانيه جنب خليدو كولوبالي اعتقد ان هم هيبقوا مرشحين بقوه للوصول للنهائي. طيب خلينا بقى نروح للمباراه الثانيه، مباراه منتخبنا او منتخب كان نفسنا نقول منتخبنا ولكن للاسف منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب افريقيا. قد ايه طبعا منتخب جنوب افريقيا منتخب قوي وجيد ومنظم وكل حاجة، ولكن لو كان منتخبنا الوطني، لو كان لعيبة منتخبنا الوطني والجهاز الفني حطوا خطة جيدة وشكل جيد كنا سهل نكسب. لأن النهاردة نيجيريا لما داست شوية جابت جول، قلت شوية دخل فيها جول، لما داست شوية كمان في 5 دقايق جابت جول تاني، وكان من الممكن أن تحرز أهداف أخرى. دكتور أحمد، نيجيريا للمرة التاسعة في اخر 10 مشاركات ليها في نص النهائي. نعم، نيجيريا خلاص اخذت الاسطمبه بتاعه ان هي الوصول للنص النهائي. فريق خبره، فريق متمرس، واضح ان المدرب بتاعهم لما بدا رور لما بدا يغير ويعود للتشكيله الاساسيه بتاعته في توظيف ايوبي في صانع الالعاب. على فكره عمل دور مهم جدا النهارده، بس ما كانش ايوبي كويس على فكره. ايوبي النهارده ما كانش مميز قوي، ولكن كان ليه دور دفاعي مهم جدا. قعد حوالي ربع ساعه ثلث ساعه ما اتقالش اسمه. ليه بقى؟ لان هو كان مكلف بدور دفاعي في الرقابه على فورمان اللي هو لعيب الارتكاز بتاعهم اللي هو بتاع جنوب افريقيا. كان ايوبي بيلعب عليه مان تو مان، فورمان ده اللي هو كان بيلعب قدامنا هو دايما اللي بيحضر الهجمه من تحت. يعني لو بصينا هنا هنلاقي ان هو كان دايما ايوبي بيضغط عليه، ايوبي هنلاقي ان هو دايما بيضغط عليه. ليه؟ عشان يمنع تحضير الهجمه لجنوب افريقيا من بدري. عشان كده جنوب افريقيا في الشوط الاول ما ظهروش بالشكل المميز زي الشوط الثاني. ده اول دور، يعني دي اول حاجه اللي هي دور أليكس أيوبي مع منتخب نيجيريا في الضغط على فورمن. الحاجة الثانية العودة للتشكيلة الذهبية بتاعته اللي اتأثرت في التصفيات. أيوبي كصانع ألعاب، صامويل شيكيزوي، أحمد موسى ناحية الشمال، وقدام إيجالو. دي التشكيلة الذهبية بتاعتهم. ويلفريد نديدي واحد من أفضل اللعيبة في القطع كرات في أفريقيا وقدم مباراة كبيرة النهاردة، عملوا ضغط رهيب في وسط الملعب. يمكن ضغطهم في وسط الملعب اثر عليهم الشوط الثاني، عملوا مجهود بدني كبير. شوف الاولاد، الحقيقه منتخب نيجيريا حسسنا ان منتخب جنوب افريقيا يعني اقل من المنتخب اللي كان بيلعب ضد مصر بكتير جدا. ومنتخب نيجيريا كمان ابطل، يعني منتخب مدرب نيجيريا ذاكر نقطه ضعف جنوب افريقيا كويس جدا، ضغط عليهم في وسط ملعبهم. والباك رايت بصراحه يعني انا بالكرش ده اروح العب شو والله، يعني ده فظيع. باك رايت قليل مخيزي اللي هو ضغط عليه والهدف جه من ناحيته. يعني احمد موسى عدى منه وعمل عرضيه الهدف جه من ناحيته. فالمدرب نيجيريا درس نقاط القوه والضعف بصوره مميزه لجنوب افريقيا اللي احنا اتكلمنا فيها ان هم عندهم مشاكل في العمق الدفاعي، والهدف الثاني جه من ضربه ركنيه، والهدف الاول جه من الجبهه اليمين اللي احنا قلنا عليها ان عندهم مشكله في الظهير الايمن، وبالتالي درس نقاط القوة عندهم بشكل ونقاط الضعف بشكل مميز جدا. نقاط القوة فورمان هو اللي بيبدأ الهجمة فبدأ يضغط عليه. الشوط الثاني اللي حصل ان جنوب افريقيا تفوقت بدنيا على نيجيريا، لان نيجيريا تعبت شوية من كتر الضغط. جنوب افريقيا لما عايزوا يجيبوا جون في اخر 10 دقائق، في اخر 5 دقائق 5 دقائق 88 اعتقد من ضربة ثابتة جون ضربة ركنية،
بس جنوب افريقيا بصراحه افضل منتخب على المستوى البدني في البطوله. مستوى فريق هو مستو في القوه البدنيه، في الالتحامات، في التاكلينج، ارقامه كلها هو الاول او الثاني، منظم جدا في الملعب، ومنظم جدا في الملعب، والصفوف الثلاثه بتاعته متقاربه. اهم الارقام اللي موجوده عندك النهارده في في المباراه دي ارقام اللي ما لحقتش. لا معايا ارقام صامويل شيكيزوي، يمكن ارقام صامويل شيكيزوي هو اللي يعني ايه، هو رجل المباراه. صامويل شيكيزوي ده لعيب عنده 20 سنه زي ما قلنا، دياتي لعيب السنغال عنده 20 سنه بيلعب في دياتي، بيلعب في كلوب بروج. صامويل شيكيزوي بيلعب في فيا ريال، لعيب مميز جدا، وهو اخذ رجل المباراه النهارده. يمكن لو بصينا على الارقام هنلاقي ان ثانيه اتفضل شيكيزوي ده واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين دلوقتي في البطوله. يعني لعيب مهاري، لعيب مهاري جدا، يمكن هو لعب 90 دقيقه سجل هدف، صنع فرص لزملائه، صنع فرصتين في الماتش، دقة تمريراته 79%، عامل عرضيتين من الجبهة ديت، وعلى فكرة كان بيلعب هنا وأحمد موسى هنا، عمل ثلاث محاولات على المرمى منهم واحدة صح، عمل أربع مراوغات ناجحة، فاز بأربع التحامات من ثمانية. ده يمكن أرقامه، أرقامه مميزة جدا صامويل شيكيزوي، واحد من مكاسب البطولة. زي ما قلنا لعيبة كتير قوي عندها 20 سنة ظهرت في البطولة دي، فالبطولة دي واضح إن هي أظهرت عناصر شابة مميزة جدا. شفنا في الجزائر، شفنا في نيجيريا، شفنا في السنغال، يعني لعيبه كتير جدا. مصر ولا ما تفتكرش؟ لا مصر ما جتش البطوله صح. ما جتش، برافو عليك، احلى بتاع ده، احلى ختام ده ان احنا نقول كده. يعني مصر بالفعل منتخب مصر لكره القدم ما جاش البطوله، ما جاش هذه البطوله، لكن مصر كانت حاضره وبقوه على مستوى التنظيم، على المستوى التنظيم في هذه المباراه. بشكرك جدا يا دكتور احمد، ودايما بتبدع الحقيقه في ارقامك بالنسبه حتى لاليو ديانج. كل الناس دلوقتي هتبتدي بقى تشوف الفيديوهات اللي احنا حاطينها على الشاشه، فانا بشكرك جدا وان شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا لدكتور احمد ثابت. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنلتقي مع نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش. معانا كريم، حلو جدا،